السلام عليكم يا أحبائي، نرحب بكم في برنامج قناة ريحانة اليومي مع القرآن. هيا بنا نتجول في عالم القرآن الكريم. بسم الله نبدأ. السؤال الأول: من الملكان الموكلان بكتابة أعمالنا؟ مالك ورضوان، إسرافيل وميكائيل، رقيب وعتيد. أسرع. عليك الإجابة الآن. السؤال الثاني: ما السورة التي قال الله تعالى فيها قد أفلح من زكاها؟ سورة الليل، سورة الشمس، سورة الأعلى. الوقت يمر. رائع. السؤال الثالث: كم عدد آيات القرآن الكريم؟ 600 آية، 3200 آية، 6236 آية. أسرع. أحسنت. السؤال الرابع: من النبي الذي عاش أكثر من 1000 عام؟ النبي إبراهيم، النبي نوح، النبي شعيب. لا تنسى الوقت. السؤال الخامس: ما معنى كلمة العاديات؟ الخيل الواقفة، الخيل النائمة، الخيل التي تعدو. الوقت يمر. رائع. السؤال السادس: ماذا يسمى حسن التواصل مع الأقرباء؟ صلة الرحم، الزكاة، الصوم. أسرع. أحسنت. انتهت حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج مع القرآن. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. في أمان الله يا أصدقاء.